بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا الجزء الخاص بـ Vocabulary Study بالنسبة لـ Lesson 1 and 2، ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ده الجزء الخاص بالفوكاب او فوكاب ستادي، يعني دراسة الفوكاب. اول جزء معانا verbal calculations، يعني متلازمات لفظية او تراكيب كده مع بعضها، زي achieve firstess يعني يحقق الريادة او يكون الاول في تحقيق انجاز شيء. achieve firstess، attend a school يعني يحضر مدرسة، attend يحضر a school مدرسة يعني يدرس في المدرسة. Break down stereotypes and prejudice. Break down stereotypes and prejudice يعني يقضي على الأفكار النمطية والتحمل. عارفين إن break down معناه يحطم، ولكن هنا الإكسبريشن على بعضه أو التعبير break down stereotypes and prejudice يقضي على الأفكار النمطية والتحمل. Bring attention to يعني يلفت الانتباه إلى. Bring attention to. Defy prejudice يتحدى التحيز. Defy يعني يتحدى، prejudice التحيز. أو Defy stereotypes يتمرد على الصورة النمطية، يتمرد على الصورة النمطية. عندنا Give the confidence يعني يمنح الثقة. Give the confidence. Make a contribution to، يبقى عندنا contribution بيجي معاه تو، زي make a decision أو make a plan. Make a decision معناه ايه؟ Make a speech يلقي خطبة. Make history يحقق مجد أو يصنع تاريخ. Make medical treatment. Make medical treatment يعني يقوم بالعلاج الطبي. عندنا do بتيجي مع do a job يعني يقوم بوظيفة. Do a job. Do an activity يقوم بنشاط. Do an activity. Do some research يعني يقوم بالبحث. Do some research. Do sports يعني يمارس رياضة. عارفين ان do بتيجي مع job. Activity research sports. Generate electricity يعني يولد كهرباء، اسمها generate electricity. Have a difficulty وبيجي مع حرف الجر in يعني يجد صعوبة في. Have a difficulty in. Have an impact on، طبعا دي بيجي معاها قلنا حرف الجر in، و have an impact بيجي معاها حرف الجر on، يبقى هنا in وعندنا impact ايه on يعني لديه تأثير على. عندنا receive a scholarship. receive a scholarship أو receive a big reaction. reaction يعني رد فعل، يعني يحصل على مردود قوي. receive a big reaction أو receive a scholarship. recognize contribution to يعترف بإسهامات. recognize هنا معناه يتعرف على، ولكن الإكسبريشن معناه هنا يعترف بإسهامات. require strength يعني يتطلب قوة. win a scholarship يفوز بمنحة دراسية، أو win a prize يعني يفوز بجائزة. win a prize يفوز بجائزة. تعالوا مع بعض نشوف كده calculations أو أسئلة choice. My cousin is based a STEM school in العبور city. طبعا هنا my cousin attends يعني بيحضر، أو هنا معناه بيدرس في مدرسة STEM في العبور. جانا فاروق has space medals. طبعا won medals in different، طبعا won medals يعني فازت بميداليات. يفوز يعني win one بيجي مع الشيء اللي احنا فزنا به. Confidence helps pioneers first. طبعا هنا ايه؟ achieve first يعني حققوا الريادة. achieve first. Many women face prejudice against women nowadays. Many women الكثير من النساء طبعا هنا have prejudice ولا defy، طبعا هنا defy بتتحدى، أو break down prejudice يعني طبعا هنا prejudice يعني بتقف ضد، طبعا هنا ديفاي بتتحدى او بريك داون يعني ايه بتقضي على التحيز ضد المرأة في هذه الايام. يبقى ممكن عندنا بي و سي. فانز اللي هم المعجبين are supposed to speak their stars confidence not attack them. طبعا يعطيهم ثقة اسمها ايه give confidence يعني يعطوا الفانز المعجبين المفترض ان هم يمنحوا النجوم ايه ثقة.
صلاح's visit to the charity يعني زيارة صلاح للجمعية الخيرية. Space attention to the importance. Space attention to the importance. أهمية of donations للتبرعات to help our poor people. طبعا هنا brought attention يعني جلبت انتباه. Bring brought. I was the first in my town to speak the AUC scholarship. I was the first. يعني أنا كنت الأول في مدينتي to win the AUC scholarship. أفوز بالمنحة. فريال أشرف space history. طبعا هنا made history. Made يعني صنع التاريخ. صنع التاريخ in 2020 Tokyo Olympics. Made history. The impact role models يعني تأثير القدوة أو المثل الأعلى. Is based on young people is great. طبعا هنا the impact role models هنا إيه طبعا generate ولا have. طبعا هنا have يعني be have an impact يعني له تأثير على شيء. Have an impact. Doctors will make several contributions. طبعا made several contributions يعني قام بالعديد من الإسهامات. The activities students طبعا do activities اسمها do activities. بالنسبة للجزء الخاص بالsynonyms المرادفات عندنا confidence يعني ثقة. Trust ثقة. Believe اعتقاد. Reliance يعني ثقة. Defy يتحدى أو يخالف أو يعصي. Defy يتحدى أو يخالف أو يعصي. Challenge resist يقاوم. Disobey يعني يخالف. Prejudice اللي هو التحيز أو التحامل أو الظلم. Bias يعني تحيز. Partiality يعني جزئيا أو تحيز. Discrimination اللي هو التمييز. Discrimination. Win يعني الفوز أو الفوز. Triumph يعني الفوز. Victory انتصار. بالنسبة للأنتينومز يعني المضادات. Beat يهزم. عكسها lose to يعني يخسر. Confidence الثقة. Distrust doubt الشك. Uncertainty عدم أو عدم التأكد. Defy يتحدى. Surrender يستسلم. Give up يستسلم. Defy لو معناه يخالف أو يعصي. Obey أو follow كopposite. Equality المساواة عكسها inequality عدم المساواة أو prejudice. Male يعني ذكر عكسها female أنثى. Mental ذهني أو عقلي. Physical بدني. Win الفوز عكسها loss الخسارة. Loss. بالنسبة للأسئلة equality اللي هو التساوي between men and women ما بين النساء والرجال at work في العمل is important هام. The antonym of equality العكس من ايه inequality أو prejudice. Inequality يعني عدم التحيز أو prejudice اللي هو المحاذاة. يبقى هنا P و C الاثنين صح. You can't defy two armed men. ما تقدرش تتحدى اثنين رجال مسلحين. On your own بمفردك. The word defy in this sentence can be replaced by. طبعا defy يتحدى العكس منها obey هو عايز can be replaced يعني يحل محلها. طبعا هنا defy يتحدى طبعا هنا resist يعني يقاوم. Sama beat me. Sama هزمتني in chess في لعبة الشطرنج. This means I beat Sama in chess. معناه ان انا ايه ان انا خسرت امام Sama في اللعبة. يبقى انا I lost يعني انا خسرت. I have absolute confidence in what he says. The antonym of confidence here is. الانتونم العكس. العكس من confidence الثقة. طبعا هنا confidence الثقة عكسها ايه doubt يعني الشك. Your win يعني فوزك has made my day يعني أسعدني. Made my day يعني أسعدني. The word win in the sentence gives an antonym meaning بتديني عكس to. طبعا هنا يفوز عكسها يخسر. يبقى الخسارة إيه طبعا أنا عايز النون لأن your win فوزك. يبقى النون هنا loss. لو يقصد الverb نقول lose ولكن هنا this is you this is a noun your one. بالنسبة عندنا الجزء derivatives اللي هي المشتقات. Award يعني يمنح جائزة. النون منها award جائزة. Awardee
awardee يعني الشخص الفائز بالجائزة awardee. Award winning يعني فائز بالجائزة award winning. Contribute to النون من contribution contribution يعني مساهمة أو مشاركة. Contributor يعني مساهم أو مشارك contributor. Contributory يعني مساهم أو مشارك contributory. Inspire يعني يلهم. Inspiration الإنهام inspiration. Inspiring ملهم inspire شخص ملهم البرسون نفسه. Inspirational inspirational يعني تشجيعي أو تحفيزي. Lecture يعني يحاضر أو يعطي محاضرة. Lecturer يعني محاضرة. Lecturer اللي هو البيرسون اللي هو المحاضر نفسه أو الأستاذ الجامعي. Physics اللي هي مادة الفيزياء. Physics طبعا تعامل معاملة المفرد. مواد دراسية Physics is. Physicist يعني عالم فيزياء. Physicist. Physical يعني بدني أو جسدي. Physical physical معناه مادي أو ملموس. يبقى physics اللي هي مادة الفيزياء. Physicist يعني عالم فيزياء. Physical يعني بدني. Physical ممكن معناه ملموس أو مادي. So material. Prejudice يعني يحرض على أو يؤثر سلبيا. Prejudice اللي هو التحامل أو الانحياز. Prejudiced prejudiced اللي هو التحامل. Prejudicial prejudicial يعني مؤذي. Prejudicial أو منحاز. Qualify يتأهل لي أو يتخرج. Qualification qualification المؤهل الدراسي. Qualified يعني مؤهل أو شخص على إيه على درجة حاصل على مؤهل. عندنا professor A. Karim is expert at طبعا at physical physics at physics يعني عندنا هنا physics اللي هي مادة الفيزياء. يبقى he is expert at physics يعني في مادة الفيزياء. Professor A. Karim is an expert is an expert طبعا هنا expert an يعني خبير في is an expert يعني ايه يعني عالم فيزيائي خبير. يبقى هنا is an expert physicist physicist يعني خبير أو متخصص في الفيزياء. يبقى هنا فيزيائي لكن هنا متخصص في العلم نفسه اللي هو physics. هنا is an expert physicist. Professor Karim studies the space world around us. طبعا هنا the physical world العالم المادي أو الفيزيائي اللي حوله. His criminal history يعني تاريخه الإجرامي has space his chance to get a job. طبعا هنا تاريخه الإجرامي اللي هو criminal has prejudiced him his chance يعني ظلم فرصته في إنه يحصل على وظيفة. معنى هنا إيه إن فيه تحامل. In the USA there is still some cultural space against colored people. طبعا cultural prejudice يعني تحامل طبعا هنا أو تحيز ثقافي. طبعا أنا عايزة النون هنا prejudice. We all appreciate scientists' contributions. طبعا إسهاماتهم أنا عايزة النون اللي هو الاسم. Scientists are the major contributors كبيرسون نفسه. يبقى contributors يعني مساهمين. Scientists contribute يعني بيساهموا كverb. I think the Egyptian team will qualify. أنا عايز الverb qualify يعني يتأهل. I expect the space of the Egyptian. I expect the qualification يعني تأهل مصر اللي هو النون. Do you think Omar is a highly qualified يعني شخص حاصل على مؤهل أو مؤهل. I was very surprised I was awarded يعني منحت جائزة. This is a verb والverb عندنا passive. He got the second best actor طبعا he got the second best actor a award يعني جائزة يعني منح الجائزة الثانية كأفضل ممثل. بالنسبة للإكسبريشنز اللي عندنا إكسبريشنز idioms Australian Open بطولة أستراليا المفتوحة اسمها Australian Open. A major tournament بطولة كبرى A major tournament. An equal amount of An equal amount of يعني قدر أو كمية متساوية من. An equal amount of. Be honored with an award. Be honored يعني يتم تكريمه with an award بمنحة أو جائزة. Fight through the obstacles.
fight through يعني يتحدى العقبات fight through the obstacles get used to get used to يعني يعتاد على grand slam tournament بطولة grand slam nuclear power الطاقة النووية nuclear power opening game المباراة الافتتاحية opening game أو opening match بالنسبة للpropositions عندنا أو بالنسبة لبرضو expressions proud of فخور بي ممكن تبقى proud to سيجي مع دافع qualify as بجورها الوظيفة يعني يتأهل ك the Egyptian public يعني الجمهور المصري the Egyptian public the first round الجولة الأولى the first round the first class order of science and artists the first class يعني وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى اسمه تاني the first class order The first class order of science and art. The mental side of competing. The mental side. الجانب الذهني of competing للمنافسة. To be honest. يعني صدقا أو الحقيقة. To be honest. Up until then. Up until then. حتى ذلك الحين. Up until then. بالنسبة للpropositions معنا believe سواء فعل أو اسم بيجي أو person بيجي مع حرف الجر A in believe in. Break down يعني يحطم أو يتحطم أو يقضي على شيء. Break down يحطم أو يتحطم أو يقضي على شيء. Contribute to يعني يساهم. Look up to يقتدي أو ينظر بإجلال. ناخد بالنا من الاكسبريشن ده look up to يعني يقتدي بي move to ينقل الى او ينتقل الى name after يسمى باسم اسمه name after point out وناخد بالنا منها معناه يشير point يشير او يوضح choose the correct answer from A B C or D number one my brother was honored an award in science my brother يعني اخويا was honored an award with an was honored with an award يعني كرم بجائزة in a science competition في مسابقة العلوم I named my elder son after his uncle يعني سميت ابن الكبير باسم عمه after many young people look out of ولا look up to طبعا هنا look up to يعني بيقتدوا ولا look out of طبعا look out of قلنا يقتدي بي look out of look out of ولا عندنا look up to طبعا هنا look up to look up to يعني يقتدي بي لكن look out of يعني ينظر من خلال لا يقتدي بي look up to she is a remarkable Egyptian woman who has broken down stereotype طبعا قضت على النمطية اسمها broke down they have contributed يعني هم قاموا بإسهامات completing the task they have completing or they have contributed to طبعا contribute to بيجي معاه الفيرب في ing contribute من اشهر الافعال اللي بيجي معاه to plus ing contributed يعني قاموا باسهامات to completing the task لانهاء المهمه بالنسبة عندنا لجزء clear the confusion الفرق في عندنا be proud of أو بيجي وراها noun أو be proud to بيجي وراها الverb ومعناه فخور بي her parents are very proud of her فخورين بيها I am proud to receive طبعا جاي وراها الverb اللي هو الفعل لكن take or have pride in يعني يفتخر أو لديه كفعل يفتخر أو لديه الفخر have or take have or take she takes or has pride in يعني بتفتخر in her respectable family بعائلتها المحترمة reward يعني يكافئ أو مكافأة reward award يعني يمنح أو جائزة award اللي هو العنبر أو الجناح في مستشفى أو في السجن مرة تانية I got a reward for coming first يعني خدت جايزة أو خدت مكافأة على إن طلعت الأول I was rewarded يعني كوفيت award doctors were got an award يعني فاز بجائزة طبعا دي بتبقى جائزة ايه رسمية يمنح جائزة او شهادة رسمية دكتور زويل was awarded for his great discovery يعني كوفئة او هنا منحة A word طبعا هي كلمة word فقط بس بنحط الـ A للإفراد There is a word on the first floor for patients يعني عنبر للمرضى with heart problems بأمراض قلب heart problems ممكن أقول a word in the prison يعني عنبر في السجن أو جناح medicine اللي هو الطب
ميديسن الطب وانكاونتبل نون. دكتور عبد الله ستاديز ميديسن يعني بيدرس الطب ات اسيوت يونيفرسيتي. ميديسن اللي هو الدواء اسم معدود هنا. ذا ميديسنز اي تيك هاف دينجرس سايد افكتس. طبعا هنا كاونتبل نون يعني اسم معدود. ميديكال يعني طبي يعني حاجه متعلقه بالطب. دكتورز اند نيرسز بيلونج تو ذا ميديكال بروفيشن يعني مهنه الطب. كومبيتيشن اللي هي مسابقة أو منافسة، وطبعا بيحاول فيها الشخص أو مجموعة أشخاص أو الفرق الفوز بإيه بي أو التنافس، وطبعا بتكون ممكن تكون في العمل أو في الرياضة أو في أي مجال. كومبيتيشن يبقى I won a prize in a short story competition يعني مسابقة، يعني ممكن مجال رياضي أو مجال فني أو مجال العمل، يعني أي مجال بنقول عليها منافسة. There was fierce competition between يعني مسابقة عنيفة ما بين الأهلي and الزمالك last year. لكن tournament خاصة بالرياضة فقط، tournament بطولة. A tournament is limited to sports يعني الرياضة فقط. طبعا هنا بقولنا it's a formal series of sports يعني سلسلة من المسابقات الرياضية competitions that steadily eliminates يعني بتزيل people or هنا teams until there is only one بتزيل الفرق والناس لحد ما يكون في فائز واحد فقط only one winning team or person يفوز شخص أو فريق who is awarded a prize. بالنسبة للphysicist يعني فيزيائي خبير في الفيزياء. Einstein was a great physicist يعني خبير فيزيائي. Physician يعني بتساوي طبيب دكتور. Physician Sama was ill and we had to call the physician يعني المعالج. I took part يعني أنا شاركت in the inter school literature طبعا هنا competition. ليه؟ لأنها مسابقة هنا competition، لكن لو الرياضية يطلق عليها الاثنين. I took part in the inter school sports competition صح أو tournament صح، أو عندنا هنا championship برضو إيه صح، يعني إيه championship بطولة وtournament بطولة رياضية وcompetition منافسة. يبقى A B عندنا طبعا champion شيب، احنا قلنا تشامبيون شيب البطولة بس دي تشامبيون فقط اللي هو البطل، يبقى احنا عندنا تورنمنت وكومبيتيشن. My father is space my brother. My father takes a bride of ولا takes a bride in، طبعا اسمها takes a bride. My father takes a bride طبعا ما ينفعش اقول is و takes a bride، يبقى is proud of. Is proud of امتى تبقى takes a bride؟ لو هي الفعل للجملة. My father takes a bride of ولا takes a bride in my brother طبعا هنا takes a bride in يعني فخور بأخوي. يبقى لو انا عايزاها كverb takes a bride in، ولكن عندنا is يبقى انا عايزة adjective منها. I am proud to be a member، قلنا في مصدر في فعل في المصدر يبقى to be a member of the national team. A teacher's real space is when his or her students reach their goals. A teacher's real award or reward يعني المكافأة للمعلم. Reward يعني المكافأة. A teacher is real space when his or her students reach their goals is really rewarded يعني يكافأ rewarded. محفوظ was awarded يعني كوفي the Nobel Prize، هنا منح جائزة يبقى هنا awarded. I won a award for coming first in a sports competition طبعا هنا I won يعني أنا فزت بـ award يعني بجائزة، يبقى هنا win an award يعني فاز بجائزة. وإن شاء الله انتظرونا مع جزء الخاص بالجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.